انعكاسات عجز الميزان التجاري على الوضعية التجارية والاقتصادية للمغرب للنواب عبد القادر عمارة، الحسن الداودي، عبد الإله بن كيرب، العزيز عماري، إبراهيم بيدي، صالح جمالي، إدريس قلي عدوي، عيسى مكيكي، محمد العيادي، ونزه الوافي من فريق العدالة والتنمية. تفضل أحد السيدات والسادة النواب. تفضل السيد النائب. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون. السيد الوزير المحترم، يعرف الميزان التجاري المغربي تفاقما في عجزه سنة عن سنة، وحيث إن هذا التفاقم المزمن للعجز في الميزان التجاري يهدد التنافسية للمغرب في التجارة الدولية، فإننا نسائلكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تقومون بها للحد من هذا العجز، وما هي الإصلاحات البنيوية لتصحيح اختلال الميزان التجاري، وشكرا. السيد الوزير، كلمة لكم للجواب، تفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم. اولا اود بالذكر ان قضيه العجز التجاري هي قضيه يعني ماشي جديده العهد، فالميزان التجاري عنده عجز منذ قديم، وهذا العجز هو ليس بعائق في حد ذاته، نظرا لان هنا المغرب يتمتع ولله الحمد بتوازنات خارجيه حتى نهاية السنة الماضية. فالظرفية الحالية جعلت أن الأمور تغير، أولا نظرا للمعطيات ديال الأسواق الدولية بالنسبة للطاقة والحبوب إلى غير ذلك، وثانيا نظرا لأن المغرب كيعرف واحد القفزة نوعية من ناحية ديال الاستثمارات والتجهيزات اللي جعلته أنه كيستورد واحد العدد هائل من المواد والمعدات. وإلى خدينا الأرقام الحالية الآخر الأرقام، فالرفع اللي عرفوا العجز التجاري المغربي في بين 2007 و2008، فهذا الارتفاع كله يفسر بالاستثمار الحبوب والطاقة، وإلى حيدنا هادو والارتفاع اللي عرفوه ما لقوش يعني زيادة في العجز التجاري. شنو هو المعمول؟ الحكومة واعية بهذا الوضع، وكان السيد وزير الاول ترأس لجنه وزاريه اللي انكبات على 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 شنو هي الاجراءات الاستعجاليه للحد من هذا العجز. ان شاء الله في الايام القليله المقبله غادي نقدموا نتائج العمل ديال هذه اللجنه. بالنسبه للعمل ديال على المدى المتوسط والبعيد، فكاين هناك اولا العجز هو عجز ل عدم كفاية العرض التصديري، وكاين برامج قطاعية لهذا، ثم كاين مصاحبة لهذا عمل لتشجيع الصادرات اللي قايمة بها الوزارة والمؤسسة التابعة لها، وشكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب. تفضل السيد. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نحن أمام عجز كتقولوا بأنه ما كاين شيء، لا كاين تفاقم صريخ ديال العجز، هو مؤشر ينبغي أن نقول بكل صراحة للمغاربة، ويؤشر على ضعف وعجز على مستوى أداء الحكومي. هذا راه ميزان الحكومة الذي يختل، وليس فقط ميزان التجارة الخارجية. هناك أزمة حقيقية، نسبة التغطية ديال السلع 47%، ما نستورده لا نغطي منه إلا 47% من الصادرات. أنتم لماذا هذا نتيجة للسياسات، سياسة الانفتاح، ونحن مع الانفتاح، لكن كلما انفتحنا وقد بلغنا 87% من نسبة الانفتاح الاقتصاد الوطني، كلما ازداد تفاقم العجز التجاري اللي ما كانش لما ما كانش هذه الاتفاقات. ثم كذلك السياسات في التعاطي مع الاتفاقيات التبادل الحر، توقعون قبل ان تدرسون الاثار، لحد الان مازال ما درستوش الاثار ديال توقيع اتفاقيه التبادل الحر، وكلما وقعتم اتفاقيات مع الاطراف الا وكان الميزان التجاري لصالح هذه الاطراف واحده واحده، مع الاتحاد الاوروبي، مع الولايات المتحده الامريكيه، مع تركيا، هذا هو الازمه. اذا لا تدرسون الاثار. ثم هناك في المقابل عدم تاهيل للنسيج الاقتصادي الوطني باش يقون في مستوى التنافس، في مستوى واحد المناخ اللي كيطلب واحد التاهيل على مستوى مناخ الاستثمار، مناخ المقاوله، قطاع التصدير، حتى على المستوى الجبائي. لما جات الحكومه وقدمات تخفيض على مستوى الضريبه على الشركات، تم استثناء قطاع ديال التصدير والزمتموه بسعر خاص ديال 17.5%. اما بالنسبه لما تقولون على مستوى التجهيز، العكس، هناك نسبه كبيره 25% مواد استهلاكيه نستوردها،
هناك بنية على مستوى الصادرات ليس فيها قيمة مضافة أساسية. ميزان الأداءات وكذلك أصبح سالبا، وليس فقط الميزان التجاري، ميزان الأداءات كذلك اللي كان هو كان ارتفاع ديال التمينات ديال الفوسفات. وينبغي أن تقولوا بكل صراحة نسبة ثمن الفوسفات في السوق العالمي ارتفعت ب 386%، نسبة الصادرات من المواد الفوسفاتية 242% وغير. أيضاً هناك أزمة عدم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، إشكال مؤسساتي، ينبغي أن تكونوا في مستوى تحديات هذا. شكراً سيد النائب. موضوع شكراً. مازال عندكم بعض التوانس سيد الوزير، تفضلوا. أود أن أقول أن إلى ارتفع سعر الفوسفات فالحمد لله، يعني ما شاد هذه نعمة من الله. كيف ارتفع البترول، كيف ارتفع القمح إلى غير ذلك. أما بالنسبة للعرض التصديري تكلمت عنه، أنا قلت لك بين الأساس ديال العجز أولا عرض، فهذا العرض راه كاين سياسة قطاعية، كاين إيميرجونس، كاين المخطط الأخضر، كاين لتكوين هذا الشيء، ما كاين لا ماشي بين عشية وضحاها غادي يبدا كيعطي نتائج ديالو. الانفتاح هو اللي يجعل المستثمرين يجيو واليوم يخلقوا مناصب الشغل ويجعلوا ان نسبه البطالات تنخفض. لو كان ما كانش هذا الانفتاح ما يكونش هذه الفرص ديال الاستثمار وفرص ديال التشغيل اللي متواجده الان. شكرا لكم سيد الوزير.